السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتواجد هنا بمقبرة سيدي معافى، وسنقوم بتغطية الموكب الجنائزي لفقيدنا زميل العمل سابقا سي بومدين الهادي، كابتن المكتب الجهوي الفلاحي للمكان، والحكم الثاني بالنسبة لثلاثي سي ميلود بوشيخي وكذلك غريب الجلالي، إضافة للأصدقاء ديالو سي الحسين يعقوبي وسي جرير سي القشيري ميمون وكذلك حنافي ورابح أسماء أخرى التي يعني ساهمت في كرة القدم المغربية من خلال تحكيم جيد، وسي بومدين لسنوات هو يعني رفقتنا بالمكتب جاو السمر الفلاحي لمنيا بركان. وانتقل الى وجده ريزور، حين هنا هي الحتفه، فنسال له الرحمه والمغفره والسحر والمسلمين والمسلمات، سميع مجيب دعاء. السي الهادي الذي كان صراحة رياضيا بكل ما تحمل كلمة من معنى، زميلنا يا ربي من زميلنا بالعمل سابقا بالمكتب جهة والسمر في الحين من بركان، وحكم سابق رفقة سيني لود بوشيخي والإخوان هنا اللي كيحاولوا، وهذا السي جمال اليعقوبي يعني سهرو دي مقبرة سيدي معافى، والجنازة الموكب الجنائزي هو لفقيدنا الهادي بومدين الذي لبى نداء ربه البارحة بعد مرض عضال. وفاة المنية البارحة، وحنا كنتواجدون به مقبرة سيدي معرفة، نسأل له وهذا السهر سي جمال يعقوبي نقدم له التعازي الحارة، فقيد ديال السهر ديالو زميلنا بالعمل سابقا بالمكتب جهة والسمر الفلاحي لمنيا بركان، وكذلك الحكم الثاني مع الثلاثي ميلود بوشيخي وكذلك غريب جلالي، فتعازينا الحرة لأسرته الصغيرة والرياضية الكبيرة، سائلين لجميع الصبر والسلوان، ولفقيد وسائر الموات المسلمين والمسلمات رحمه الله تعالى، إنه سميع مجيب الدعاء. من الصناعية
ملاك أشرف خفيف ولد عمي هذا يوم الدين.
بأسنا أو فنا ربنا ولا تحملنا إصرك الله هو الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صدق جارية ميزان حسناته. وإليك يرفع الأمر كله على أن يتوكلوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجر الله من في الدنيا وعذاب الآخرة. وعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. وفقنا اللهم لما تحب وترضاه. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده أبدا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اكرمنا اللهم يا مولانا وخصنا بلذات النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. استعاذ للعائله الطيبه المباركه ونقول لهم عظم الله اجوركم ودائما اخذ ولله ما اعطى. الصابرين المحتسبين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقل اللهم إنه قد خلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك من الجود والرحمات. اللهم عند المسألة ثبت منطقه ولا تبتليه بخبره بما لا طاقة له به وأكرمه بنبينا عليه السلام. اللهم إنه قد حل ضيفا عندك وأنت الكريم تستحي أن ترد يدي عبادك صفراء. اللهم أكرم ضيافته، اللهم أكرم ضيافته، اللهم أكرم نزله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته، اللهم يمن كتابه، اللهم ثقل ميزانه بالحسنات، اللهم ثبت أقدامه على الصراط، اللهم اسكنه في وسط الجنان، ارزقه جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكافة أمة العائلة ديره جميعا وجميع الموتى، نسأل الله تعالى أن يجعله في العليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لهل تعوا جميعا الأصدقاء والجيران والأحباب والأنصار. اللهم ارزقهم الصبر والثبات، ارزقهم صبر الصابرين صبر الخاشعين، اللهم أبدل محبتهم له صبرا وعوضه أجرا يا أرحم الراحمين. حاضرين جميعا قال لك الحج اللهم أجله بقضائها. اللهم يا فارج الهم ويا كاسب الغم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم عسر خطواتنا، اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. من مات من ابائكم نسالك اللهم ان يجعلهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومن بقي منهم على قيد الحياة اللهم تبارك في أعمارهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأصل السماء علينا بكرارا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الحمد لله رب العالمين. إذن كانت هذه جنازة المشمول برحمة الله المرحوم بإذن الله الحكم السابق سي بومدين الهادي اللي كان حكم ثاني رفقة ثلاثي ميلود البوشيخي وكذلك غريب جلالي. فالآن يسأل اللهم ثبته عند سؤال الملكين يا رحمن يا رحيم. اللهم ثبته عند سؤال الملكين يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل قبره واجعله روضة من رياض الجنة يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم أنزل قبره واجعله روضة من رياض الجنة يا سميع الدعاء. اللهم أنزل قبره واجعله روضة من رياض الجنة ناس يهدلوا سيد حان. تبارك الله عليك سيد حان سيد حان تبارك الله عليك خويا دحان الله يحفظك. السلام عليكم دارين بخير. وعزاؤنا واحد في هذا المصاب جلال وانتايا يعني قضيت معاه اوقات جميله ديال التحكيم. تبارك الله عليك تفضل واحد الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سيدي الهادي بومدين كان صديق ديالنا وحبيبنا وخونا ولعبنا معاه التحكيم. وأول مقابلة أنا لعبتها معاه مسكين الله يرحمه هو والبوشيخي خريبقة عيطي مسكين قال له عندنا الرجاء خريبقة مشينا الحمد لله. كان رجل طيب وكان العائلة كل شيء الإخوة كاع يبغيوه وكان حدو حد راسه يخدم خدمته والله يرحمه. تألم شوية مسكين لأف مغفرة ولكن مغفرة الدنوب إن شاء الله. قالك من مات ببطنه فلا يعذب في قبره. ونطلب الله إن شاء الله يجاوز عنه ويرفع عنه تبتوا إن شاء الله بالخوت تابج في الحياة الدنيا والأخيرة. الله يجازي كل شيء قال الإخوان اللي يقفوا معه والأباء والعائلة. الله يعطيكم الصبر أخويا. الله يصبركم الصبر جاء بارك الله فيك سيد حنا جمنا سرشدي وكذلك تادلك اللاعب وأكيد العلاقة ديال اللاعبين. سي محمد هذا الابن ديال محمد ديالو فتعزينا الحراره. ايوا شنو قالك السيد كان جاري الله يعمرها تاع السيد الهادي ونعرفو ملي كنت انا في العفبر كان حكم شرط الناس الخيرين. وهذا الحياه هي هذه. كان مريض مسكين وحنا نطلبوا له المغفره ونطلبوا لولادو هذوك يصبروا الله يرزقهم الصبر والله يحسن عونهم مساكين ونطلبوا الله الرحمه جميع المسلمين والله يلحقنا بالمسلمين. وهذه هي الدنيا ان الله يولي اجل الله يحمو استعليه. سي جمال سي جمال سي جمال راه مسلم عليك سي حنفي رابح معنا راه معنا. وهذا سي دحان كذلك مرحبا سي دحان يعني اللي كيتواجد اليوم بوجدة. سي دحان عزاؤنا واحد في المصاب جلال الله يرحمه قرينا جميع وقرينا جميع ولعبنا الكره جميع الله يرحمه ويسعد عليه. سي محمد بن رحيلي بن جمعوي هذا من العائله ديالو ابن عمه عزاؤنا واحد هذا المصاب جلال الله يرحمه ويسعد عليه. شكرا سي ميمون على 10 الخطوات بعدا العنا ديال السفر وكنشكرك بزاف وهذا الشيء يشهد لك يوم القيامه ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان راك العقل كتذكرنا بالموت وكتذكرنا بواحد المجموعه ديال الوجوه اللي ربما لولا انك انت ما غاديش وما شنعرفوا بلي توفى ما يسعونا الا نقولوا ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويسع عليه يا ربي اللهم اجعل له الرحمه في كل اوقات. وكان مسكين انسان حد واحد راسو في اخر المطاف راه تصاب بداك المرض مسكين اللي واش نقولوا الحمد لله على كل حال ومن بعد الله سبحانه وتعالى ولكل اجل الكتاب والله يرحمه ويسع عليه. اللهم ينزل عليه الرحمات. اللهم انير قبره واجعله روضه من رياض الجنه واجعله في العينيين مع النبيين الصديقين. لو عرفنا السي الهادي كان عداء وهذا السي مبارك ملكي اللي يعني اتانا من فرنسا وابى الا ان يعني يودع الوداع الاخير صديقنا فعزاؤنا واحد في هذا المصاب جلال. وكنعرفوا السي الهادي كان توا اطلت والان سي ملكي اللي مازال يعني المشعل راه حاملو ونتمنوا له التوفيق والنجاح ديال الفرنسيه. سي ملكي اكيد الاحساس هنا راه بطبيعه الحال يعني بكل صراحه كنفقدوا واحد بالنسبه للالعاب القوى واحد الهرم اللي خلاه واحد بصمه تاريخيه في مجال العاب القوى وفي كره القدم. وبكل صراحه
يعني كانت صدمه بالنسبه لي انا، كانت صدمه لانه كان صديق وكان هذه مده ديال اسبوع كنا في الاتصال، ومسكين يعني بكل صراحه انا لله وانا اليه راجعون. نتمنوا ليه المغفره والرحمه، وهذا هو اللي كاين اخويا ميمون. يعني حنا صراحه سي الهادي الله يرحمه نسال له الرحمه والمغفره. سي رابح حنفي كيسلم على سي بالحيلي وسي مبارك كيقول لكم السلام عليكم، وهو كيتواجد ربما في العاصمه. حفظك الله، حفظك الله سي رابح. بارك الله فيك سي رابح، الله يخطيك. الله يحفظك انت والله يبارك فيك، الله يطول لك العمر حتى انت يا مسار موفق ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. وحنا بدورنا الاخوه اللي كيتابعوا معنا دائما مباشر كنتقاسموا معهم سواء الحلوه او المره، فكنقول لكم شكرا على يعني التعزيه ديالكم وعلى يعني التقاسم ديالكم معنا سواء في الافراح والاحزان. فنتمنىكم الصحه والعافيه، ونتمنوا يعني الرحمه والمغفره لفقيدنا ولعائلته بدون استثناء الصبر والسلوان، انه سميع مجيب الدعاء. شكرا سي محمد، شكرا سي مبارك. نودعكم على امل اللقاء بكم في شي فرصه تكون مزيانه ان شاء الله. الى اللقاء. عزاؤنا واحد سي رابح، فتحية الإخوان كاملين، سي عقوبي كذلك الحرة تعزينا الحرة، ابن ديال الأستاذ ديالنا الجليل الإمام اللي ربى أجيال سي طاهر اليعقوبي، وهذا الابن ديالو سي إبراهيم اللي كان لاعب ديال شبان النهضة البركانية أواخر ديال الثمانينات. إنا لله وإنا إليه راجعون.